السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي اعمل اكاونت على فيسبوك؟ عشان نعمل اكاونت على فيسبوك هنروح الجوجل سيرش، نكتب فيه اف بي اللي يختصر فيسبوك، ونفتح الموقع بتاع الفيسبوك. هنلاقي الفيسبوك عبارة عن جزئين، الواجهة الرئيسية بتاعته عبارة عن جزئين، الجزء الاولاني اللي فوق علشان لو عندنا اكاونت فعلا، الجزء التاني علشان لو ما عندناش اكاونت. هنبتدي نكمل بياتنا في الجزء اللي تحت، وليكن الاسم فيرست نيم، نفرض ان في شخص اسمه ابراهيم محمود، نكتب الاسم ابراهيم الاسم الاول ولاست نيم محمود، وبعدين نكتب الميل وليكن انج ابراهيم اندرسكور 2010 @yahoo.com. ده الميل، بيقول لي ري انتر الميل، يعني اكتبه تاني. هناخده كوبي كنترول سي، وبعدين نضغط تحت كنترول في. بعد كده بيقول لي اكتب الباسورد، اختار باسورد، ويا ريت نبعد عن رقم الموبايل ورقم تاريخ الميلاد علشان يصعب سرقة الباسورد بتاعنا. كده كملنا بياناتنا. بعد كده هنكتب المانس والير، كتبنا الشهر واليوم والسنة بتوع تاريخ الميلاد. بعد كده النوع ميل ولا فيميل، هنختار طبعا ميل ونعمل ساين. كده عملنا اول خطوة عشان يبقى لنا اكاونت على فيسبوك. بعد كده بيقول لي فايند فريندز، يعني لو عايز تدور على اصحابك اللي موجودين على الميل بتاعك بتضغط هنا فايند فريندز عشان تلاقي اصحابك. انا هعمل سكيب للخطوة ديت، اقول له سكيب. بعد كده بيقول لي كمل بياناتك زي الهاي سكول اللي هي المدرسة الثانوي، الكوليدج اللي هي الكلية اللي انت فيها، الامبلوير اللي هي اسم الشركة اللي انت بتشتغل فيها، والكرنت سيتي اللي هي المدينة اللي انت عايش فيها حاليا، والهوم تاون اللي هي موطنك الاصلي او بلدك الاصلي او مدينتك الاصلية. طبعا ممكن نبتدي نكمل البيانات دي كلها ونكتب فيها البيانات الحقيقية الخاصة بينا، او ممكن نعمل اسكيب. بعد كده بيقول لك الحاجات اللي انت مهتم بيها، اهتماماتك، ممكن تختار من هنا اهتماماتك وتعمل عليها لايك عشان تعمل متابعه للناس اللي انت بتهتم انك تتابع اخبارهم وتتابع كلامهم على فيسبوك، وممكن نضغط سكيب. طبعا احنا بنضغط سكيب باختصار للوقت. بعد كده بتعمل ابلود للفوتو، تختار من هنا ابلود، وبعدين من هنا اختيار ملف، وتختار صوره على الجهاز بتاعك تحملها علشان تكون الصوره ديت صورتك على الفيسبوك. انا هضغط طبعا كنسل كنسل، وبعد كده اختار اسكيب. كده يبقى انت عملت الخطوات الاساسية علشان يكون لك اكاونت على الفيسبوك، وكل اللي انت محتاجه انك تكمل الواجهة ديت اللي قدامك علشان يكون لك اكاونت كامل على الفيسبوك. يعني انت عندك اكاونت بس بياناته مش كاملة. بعد كده طلع لك جو تو ميل، اقول له جو تو ميل، هيوديني على ياهو عشان افتح الميل بتاعي اللي هو قلنا ايه انج ابراهيم اندرسكور 2010. طبعا هو وداني على ياهو عشان يتاكد ان الميل بتاعي صحيح، الميل اللي انا سجلته هنا في فيسبوك، يتاكد ان الميل ده سليم. فبيقول لي روح على ياهو اكتف الفيسبوك من عليه. هنفتح الميل بتاع الياهو، هنلاقي الفيسبوك بعت لنا رسائل. هنفتح الرساله ديت فهتلاقي مكتوب فيها كونفيرم يور اكاونت، يعني اكد ان الميل ده بتاعك واكد ان الاكاونت بتاع الفيسبوك بتاعك كونفيرمد. هنضغط على كونفيرم يور اكاونت ديت،
بكده يبقى الاكونت بتاع الفيسبوك بتاعنا اتاكتف وبقى سليم. كل اللي انت محتاجه هو انك تكمل بقية بياناتك على الفيسبوك، ودي حاجة طبعا سهلة جدا انك تعمل. شكرا جزيلا لحسن المتابعة، وارجو انكم تكونوا قد استفدتم. تابعونا على youtube.com/ازاي كليب، وتواصلوا معانا على رقم الموبايل 0127 522 976. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.